الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا يا جماعة الشنيور، ده الشنيور بتاعي الشخصي، للأسف في رفة ما اتفتحش من حوالي 3 سنين، فتقريبا كده في رفة هنفتحه ونشوف ايه اللي فيه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعة هنفك. بص دي الأكس ده، بص عامل ازاي. هنعمل كده ونفكه. المسامير دولك 4 مسامير اهمك. اهو نحتفظ طبعا بالمسامير عشان نرجع نركبهم زي ما كانوا. اهو بس يكون مفيهوش حاجة، لان الشنيور ده الصاروخ ده يعني بيأدي لي مهام كتيرة يعني، وتعتبر ايدي التالتة. اهو يا جماعة، لانه بيعمل لي حاجات ما اقدرش اعملها من غيره، مهم جدا هو والشنيور، وخصوصا في مجال الصيانة بتاعتنا دي. اهو يا جماعة كده ليه 4 مسامير وليهم ورد اللي هي تحتها دي ضغط. اهو بص يا جماعه، وهنفك كده من هنا. اهو بسم الله. اهو يا جماعه كده اهو، وهنشوف ايه. الجلبه، بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الجلبه دي، بصوا عامله ازاي، اهي مكسوره في الحافه اللي حواليها اللي زي دي كده اهو مكسوره يا جماعه، مخليه الجلبه مش ماسكه في مكانها اهي. طبعا يتفك الوش ده كله ويتغير الوش ده اهو، او ان احنا نلحم دي كده من تحت. هنشوف العمليه ديك، نفكها كده اهو يا جماعه، ونطلع المجموعه دي كلها اهو كده. نطلع الجزء ده برضو مربوط ب4 مسامير، ونشوف ايه اللي نعمله. هل ممكن نلحمه ولا نغير الوش كله؟ ان شاء الله يتلحم، لان طبعا تغييره هيكلف اكتر. اهو كده اخده الحمو نحاس، او الحمو عند ايه الحداد. اهو كده يا جماعة ال4 مسامير الربط بتاعته، وكتر خيره برضو. ده صيني والحمد لله، عاش 4 يعني تقريبا من 3 ل4 سنين كده عندي. اهو كده يا جماعة اهو. بسم الله اهو، بسم الله. نطلعه كده عشان ده ماسك في ايه، في البوبينه. اهو كده يا جماعه اهو، عايز ايه بالراحه كده ايه يتشال. بسم الله. دي يا جماعه البوبينه اهو، اهو كده افك بقى ديك وارجع لكم تاني. زي ما شايفين يا جماعة، وانا بمسك الجلبة اللي كانت هنا كده ثابته هنا، دي بايظة خالص للأسف اهي اهي. بص البوش يا جماعة، يعني هي كمان مش ثابته، وكمان مش ايه، هي كمان فيها بوش، فلازم تيجي تتغير. والوش وكل ده لازم يتغير، لان برضو مكسورة. هنجيب الجلبة الاول ونشوفها نلحمها ولا مش هتنفع. هنلحمها الاول وهنشوف هينفع فيها لحم. ما ينفعش اغير كل الوش ده، ان شاء الله هدور عليه واجيبه واركبه واوريه لكم. جبنا الحته اللي هي بايظه دي،
طبعا زي ما احنا شايفين الجزء البايظ اهو، الراس دي كلها، البيت بتاع الجلبه ده يا جماعه مكسور زي ما احنا شايفين كده اهو، في هنا جلبه طبعا دي خطر، ولو طلعت من هنا هتشكل خطر كبير، وكانت عامله رفه في البتاع دوت في الاسطوانه، ما بتخليهاش تقطع مستقيم وتفضل تتحرك كده، فكانت عامله لي قلق جدا، والحمد لله غيرتها اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، وجبت طبعا اربع مسامير اهم، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعملتها. وهنا يا جماعة زي ما شايفين الماسورة الصامولة دي يا جماعة هي اللي بتربط ده الترس اللي هو متصل بالبوبينة، البوبينة اللي من الداخل طالعة، والترس ده اهو بيبقى من الداخل وده بيربط عليه. فطبعا انا ركبت الاربع مسامير اهو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وجبت والحمد لله الجزء اللي هي قديمه شويه، بس انا اللي لقيته الحمد لله الجلبه سليمه الحمد لله، والجزء ده سليم. جبنا كده زي ما احنا شايفين شحم وشحمناها اهو يا جماعه كده اهو، وشحمنا كمان الاكس ده اهو اللي هو هتركب في الجلبة. تاني حاجة التروس دي كمان مهمة لتشحيمها، اللي هي بتاخد السرعة اهو يا جماعة كده اهو، بتاخد السرعة من البوبينة من الترس اللي تحت ده اهو يا جماعة، ترس افقي من النوع الافقي المايل دوت اهو اهو، بياخد السرعة من هنا اهو كده اهو اهو. طبعا كده هناخد شويه هنا عشان الجزء دوت هو اللي بينقل السرعه، وهو اللي بيحصل فيه التاكل. طبعا لو باظ ده كله هتعمل لنا مشكله، ممكن نغير البوبينه كلها اهو كده يا جماعه، ونرجع تاني اهو، وطبعا نرجع نركبه زي ما كان الاول، اربع مسامير، واحد اتنين تلاته اربعه اهو يا جماعه، ونحط دي في الجلبة بالظبط اهو اهو، ونجيب المسامير بتاعته، مش اي مسامير يا جماعة، لازم المسامير بتاعته عشان ما يحصلش فيها بوش، انت عارفين الالة دي خطر، ولازم تكون محكمة الغلق. هنسيبها كده مش هندوس عليها للاخر، لحد من ايه نبيت الاربع مسامير عشان ما يحصلش تكون مزاحه يمين شمال حاجه زي كده اهو كده يا جماعه، عشان نوصلها كويس اهو. وادي المسمار الرابع اهو كده يا جماعه، طبعا نحذر من تركيب اي مسمار يكون بيفوت او ما بيربطش كويس، دي اله واله خطر، التعامل معها بيكون بحذر زيها وزي الشنجور، لان طبعا بتبقى فيها سرعة جامدة وفيها سلاح حاد جدا، لا قدر الله فلت مننا يعني بيبقى خطر اهو كده يا جماعة اهو كده. الحمد لله من جميع الجوانب اهي متساوية مع بعض اهو كده. نرجع بقى ايه نربط كويس اهو يا جماعة اهو، وادي الرابع اهو يا جماعة، ودلوقتي اهو بصوا يا جماعة شوفوا عامل ازاي ده، عامل زي المية طبعا. وهنرجع نركب الاسطوانة، نركب الجزء ده الاول اللي بيربط على الاسطوانة، وادي الاسطوانة القطع، اسطوانة اللي هي البسكوتة بسم الله، وهربطها كده الجزء الناعم من تحت كده اهو كده اهو يا جماعة كده اهو، ربطت اهي، ونجرب كده ونشوف.
بسم الله. يا جماعة بسم الله. الحمد لله. يا جماعة شفتوا مفيش الرفة، الرفة راحت اهي. كان في الاول رفة وكانت دي رايحة جاية كده، الحمد لله كده هعرف اقطع بالظبط. الاول كنت كل ما اجي اقطع تروح كده وتروح كده وتروح كده، فكانت عامله لي مشكلة وممكن تتكسر الاسطوانة وممكن تحصل مشاكل. الحمد لله كده تم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.